على ما يبدو أن كوكب الأرض يمر بمرحلة جديدة بسبب التغيرات المناخية أطلق عليها العلماء حلقة الموت، وهذا ما يخشى منه المحللون الذين دقوا ناقوس الخطر. يعتقد الخبراء والعلماء أن كوكب الأرض قد دخل في حلقة الموت بسبب تغيير المناخ وبسبب الزلازل وتغيرات في قشرة الأرض، وطلب العلماء من دول العالم العمل كيد واحدة لحل أزمة المناخ والبيئة، وحذروا من التأخير في إيجاد الحلول أو التقاعس لأن ذلك سيكون ذا عواقب وخيمة. فأسراب غريبة من الطيور ظهرت بكثرة، وأضواء مريبة في السماء، وجفاف الأنهار، وتوقعات مخيفة بحدوث الزلزال، وتحذيرات من شهر مارس. فهل حقا الأرض تتغير أم أنه غضب السماء؟ بعدد لا يحصى ولا يعد أثار سرب غامض من الطيور الخوف والقلق في نفوس المواطنين بعد أن اجتاحوا أحد شوارع المكسيك. فقد اصطفت آلاف الطيور على طرقات المكسيك وتركت الناس يعتقدون أنها علامة على نهاية الزمان بحسب ما نشرت صحيفة ديلي ستار البريطانية. وفي إحدى التدوينات المنتشرة على موقع تويتر التقط أحد المستخدمين لقطات لآلاف الطيور وحذر من أزمة بيئية يبدو أن الطيور تتوقعها، كما تم رصد مشاهدات لهجرات جماعية للطيور بأعداد غير مسبوقة في أجزاء من الولايات المتحدة أيضاً، مع مشاركة صورة لولاية تكساس وصورة لونج آيلاند نيوجيرسي أيضاً. ويظل الغموض يحيط بهذه الظاهرة، فلم يستطع أحد معرفة سبب نزول الطيور إلى الشوارع بهذه الأعداد الرهيبة. ولكن يبدو أنه بخلاف ما زعم العواصف والانفجارات الشمسية يمكن أن يكون أحد الأسباب هو الهجرة الأكثر طبيعية إلى المكسيك، مع وجود عدد قليل من خبراء الطيور الذين أعلنوا أنفسهم بأنه موسم تكاثر الطيور ولا داعي للقلق. وكان العالم الهولندي هوجر بيتسا أطل بتغريدة جديدة تحمل نبوءة مخيفة، قال فيها إن تقارب هندسة الكواكب الحرج في 2 و5 من مارس الشهر القادم قد يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير إلى كبير جداً، وربما حتى زلزال هائل في حوالي 3 أو 4 من مارس أو 6 أو 7 من مارس، مشيراً إلى أن المناطق التي يتوقع أن يضربها الزلزال هي الساحل الغربي للولايات المتحدة والمنطقة ما بين اليابان وأندونيسيا. وجاء ذلك بعد أن أطلق قبل أيام تحذيرات أثارت الكثير من الجدل والرعب متحدثاً عن أنشطة زلزالية صغيرة، وحذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجاً. انتقد العديد من العلماء نظريات هوجر بيتسا نافين مسألة ارتباط حركة الكواكب وتموضعها بالنشاط الزلزالي. وكان مقطع فيديو جديد للعالم الهولندي فرانك هوجر بيتسا الذي توقع من قبل حدوث زلزال في أكثر من منطقة، وجاء الفيديو بعنوان 5 تنبؤات خبيرة الزلازل الهولندي تتحقق بزلزال تركيا الجديد. وفي نفس السياق جاء أيضاً أن العالم الهولندي فرانك هوجر بيتسا يتحدث عن كارثة جديدة محتملة ستكون في شهر مارس الجاري، وأن العالم الهولندي يقول في تغريدة أن الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل سيكون خطيراً. فالجميع يحبس الأنفاس والدول تحاول معرفة طبيعة الأرض، ولا أحد يعرف ما الذي تخبئه الأيام القادمة لسكان كوكب الأرض.